سايبر بانك 2077 هتكون نقله في تاريخ صناعه الالعاب، بالرغم ان مفيش اي جيم بلاي ظهر ليها، لكن فريق سيدي بروجكت ريد قدم افضل لعبه في الجيل ده وهي ذا ويتشر 3. لذلك سايبر بانك انا متاكد بانها هتكون اقوى من ذا ويتشر 3، وده لاسباب كتيره تعالوا نعرفها. سايبر بانك 2077 بدأ تطويرها الفعلي اعتقد في 2015، والعاملين عليها اعدادهم اصبح اكبر من ذا ويتشر 3، والفريق بيتوسع كل فترة وبيفتح استوديوهات جديدة، وميزانية اللعبة بقت اكبر، وبدأوا تطوير نسخة جديدة من محرك ريد ومبني مخصوص للعبة سايبر بانك ولأجهزة الجيل القادم، لان اللعبة بيتم تطويرها على الجيل القادم برضو. الاول حابب اتكلم عن المشاكل اللي عانى منها الفريق. اللعبة حصل لها مشاكل كتيرة في عملية تطويرها، وده سبب انها اتأخرت وهتتأخر تاني لحد ما تنزل. اهم المشاكل دي ان اتسرقت بيانات اللعبة اللي فيها الافكار الاولية للعبة، وهددوا الفريق ان هيتم نشرها لو ما دفعتوش فدية، وطبعا الفريق ما دفعش. المشاكل التانية انهم بيخسروا موظفين كتير والمطورين بيتفشوا منهم، لان سمعة الفريق مش حلوة خالص. هم بالفعل واخدين تقييمات وردود وحشة في مواقع تقييمات الشركة، والمطورين اللي سابوا الفريق قايلين ان الرواتب قليلة وساعات عمل طويلة وفي ضغوطات على المطورين دول. وفي اسماء مهمة سابت الفريق زي مصمم مراحل ومنتج الفريق برضو ساب الاستوديو مع مطورين تانيين. ومؤسس الفريق ادم قال بعد خروج الموظفين دول ان صناعة الالعاب مش بتقف على حد، واللي بصراحة اختلف مع المنطق ده، لانهم طفشوا نص الناس اللي في الصناعة وطفشوا مواهب وبرضو مش هتقف على حد. طب ازاي؟ المشكلة الثالثة اللي واجهوها واللي هي الأكبر وسبب أساسي في تأخير اللعبة، إن عملية تطوير اللعبة عانت من مشاكل كتير أثناء تطويرها، والفريق عاد تصميمها أكتر من مرة، وكل مرة يقدموا فكرة وبروتوتايب وياخدوا وقت حوالي 6 شهور وبعدين يبدأوا من الأول. الموضوع اتكرر حوالي 3 مرات، وآخر فكرة وصلوا لها هي اللي ظهرت في الإي 3 2018، واستعرضت الديمو خلف الستار، والديمو ده كان بري ألفا، يعني في أول مراحل تطوير، لذلك هننتظر على الأقل سنتين عشان اللعبة تنزل. فاللعبة اللي أعلن عنها في 2012 أخمن إن تطويرها بالفكرة الأخيرة بدأ في 2017 على الأقل، فصعب نشوف جيم بلاي ليها خالص دلوقتي. أما بالنسبة للجيم بلاي، سايبر بانك هي لعبة ار بي جي فيرست بيرسون برسبكتيف، واللعبة أحداثها في المستقبل وهي شبه ديوس إكس بشكل كبير، وناس شبهتها بمزيج بين كرايسيس وديوس إكس، وأنا بصراحة ما عنديش أي مشكلة بإنها بقت فيرست بيرسون، ورأيي إن تدوها فرصة وبدري جدا تحكموا عليها من دلوقتي، خصوصا إن النقاد أجمعوا إن الكومبات خارق وإن المنظور الأول أقنعهم وغير رأيهم بعد ما كانوا مش حابين وجود منظور أول. النقاد اللي جربوا ديمو سايبر بانك خلف الستار كلهم أجمعوا إنها سبق عصرها وإنها فجرت عقولهم ونقلة جديدة لصناعة الألعاب، وهتغير مفهوم ومعنى ألعاب الـ RPG. طبعا كان ممنوع ان اي حد يصور اي حاجه من اللعبه، لذلك كان في واحد من الاشخاص اللي حضروا الكشف عن اللعبه، وبصراحه هو صايح، لان المطورين قالوا ممنوع تسجل فيديو او تصور، لكن محدش قال ممنوع تسجل الصوت، فاي حركه جامده فهو سجل الصوت ورفعه على النت، والموضوع عامل ازمه. فاللعبة فيها افكار كتير عظيمة، وهي انك بتصمم شخصية، بتصمم ماضي او تاريخ ليك، والماضي اللي هتختاره هيأثر بشكل ما على القصة، وبتختار تلعب بذكر او انثى، واللعبة بتديك الحرية بانك تصمم شخصيتك بنفسك، ومع التقدم في اللعبة هتقدر تطور على الشخصية. شخصية اللعبة هي مرتزقة بيعمل مهام مقابل فلوس. اللعبة هي RPG، ومنظر اللعب هيكون له تأثير على عالم اللعبة، وكمان علاقتك مع الشخصيات بتأثر على القصة، وليك مستوى سمعة للمناطق وبترفع من خلال قبولك للمهمات، حاجة كده شبه Kingdom Come Deliverance. واللعبة ضخمة جدا وعالمها حي وبتقدم مهمات جانبية، وبصراحة أنا مش مقلق من أفكارهم للمهمات الجانبية، لأن استوديو سيدي بروجكت طور وغير من مفهوم المهمات الجانبية، واللعبة فيها قرارات وطبعا بتأثر على القصة وبتأثر على طريقة إنهائك للمهمات، واللعبة فيها NPCs كتير جدا وممكن تفتح معهم حوارات ومحادثات، والNPCs زي ما شفنا في الإعلان فهو أعداده رهيبة، فتخيل كل واحد من دول تقدر تتكلم معاه، وفيها إمكانية إنك تعرف أسماء الشخصيات أو الNPCs وتعرف معلومات عنهم والليفل بتاعهم وتفاصيل عن حياتهم وشغلهم زي لعبة واتش دوكس كده. والنقاط شبهوا سايبر بانك بلعبة ديوس إكس، لأن اللعبة فيها تطوير مهارات الاختراق، فاللعبة زي ديوس إكس بتقدم كذا طريق للوصول للهدف، لكن في طرق عشان تفتحها بتطلب انك تكون متطور شخصية كفاية، وطبعا الطرق التانية هيكون فيها مخاطر. فاللعبة فيها امكانية انك تبني شخصيتك زي ما تحب، واللعبة فيها 3 انواع من كلاسز، ففي حرية كبيرة في اللعبة وخصوصا بالطريقة اللي عايز تبني بيها شخصيتك، فاما تختار كلاس واحد او تعمل ميكس بين التلاتة. في سولو اللي بيعتمد على الكومبات، نت رانر وده هاكر، وتيكي وهو المهندس. ممكن تعمل مزيج بين التلات كلاسات وتصنع شخصية، او تختار كلاس واحد فقط.
فتصميم المراحل واضح انه متاثر جدا بليوس اكس جزء من كاين ديفايدد مثلا، فهو مصمم لك كذا طريق وطريقة عشان توصل لاهدافك. فسايبر بانك هتقدم ده بطريقه من الواضح انها هتكون اكتر تطور. فمثلا لو قابلت باب مقفول عايز تخترقه فلازم قدرات النت رانر تكون عاليه، ولو ما عرفتش تخترقه فهتلاقي طريق اخر يوصل لنفس المكان لكن ممكن يبقى اكتر خطوره، او طبعا تعتمد على السولو وهو الكومبات. واللعبه فيها قدرات تانية زي تبطيء الوقت وشجره المهارات مليانه حاجات، من ضمنها تهكير الاعداء واسلحتهم واختراق عقول الاعداء والبوليت تايم، تتسلق على الحوائط من خلال البليدز اللي ظهروا في اول اعلان، وتتحكم باتجاه الطلقات وتشوف من خلال الحوائط، وطبعا دبل جامب. اما بالنسبه لعناصر الار بي جي فاللي واضح حاليا هو انك تقدر تطور من قدرات وترفع الهيلث ومستوى الاختراق، وفي اسلحه وملابس وبيبقى ليهم ليفل، والملابس طبعا ليها قوه معينه والاسلحه واضح انها ضخمه، والمهمات ليها طرق كتيره لاتمامها. كان في مهمه عن واحده والمطور بيديك الحريه انك تستخدم الطريقه العدوانيه او تكون مسالم في المهمات الجانبيه. فمثلا كان في مهمه عن واحده معاها مخدرات، فاللاعب بيختار انك تقتلها وتاخد المخدرات دي ولا تتجه للجانب المسالم وهو انك تقنعها بشكل سلمي. ولو فشلت بكل الطرق فممكن تسرقها لان ممكن الشخصيه تكون قويه وما تقدرش تموتها، وبرضه ما تقدرش تقنعها، فالحل هيبقى تسرقها. ففي حريه كبيره في طريقه تنفيذك للمهمات، وبالطريقه دي كل لاعب هيحصل على طريقه لعب مختلفه وقصه ونتائج ونهايات وعواقب مختلفه ومسار مختلف من لاعب لاخر. وبالرغم ان اللعبه بمنظور اول لكن اثناء السينماتيك فبتتحول لمنظور ثالث، واثناء قياده العربيه ممكن تتحول ما بين المنظور الاول والثالث، وطبعا اثناء السواقه تقدر تضرب بالاسلحه، واثناء الستيلث والكفر اللعبه بتتحول لمنظور ثالث. اللعبه قدمت تجسيد ممتاز للمستقبل، واضح ان المطور عنده افكار جنونيه. فمن الاعلان اللي ظهر في افكار كتيره غريبه زي مثلا السلك اللي موصل في ظهر الناس اللي من الواضح انه فيروس تم استقباله من خلال الدماغ. واكيد في ناس مش محبه لفكره العاب المستقبل، لكن ثقوا باستوديو سي دي بروجكت لان افكار العاب المستقبل بتحتاج افكار معينه. وانا متفق معاكم ان في العاب كتيره ما عرفتش تجسد ده بطريقه لايقه او جسدته بطريقه محدوده، زي لعبه سندجيت من اي اي ولعبه ديوس اكس مانكاين ديفايدد قدمت ده بطريقه جيده، وانا متاكد انكم لو لعبتوها وادمنتوها فهتحبوا سايبر بانك. فسايبر بانك هتورينا انها نقله جديده للنوع ده من الالعاب، وهتقدم افكار تخليها تكون افضل لعبه هتكسد ده. بس الاهم هو عالم اللعبه نفسه هيكون حجمه قد ايه. اتمنى ما يكونش زي العاب المستقبل الثانيه اللي بيقدموا مدن ضخمه لكن اللاعب فقط بيمشي في الشوارع. لكن النقاد قالوا ان البليدز اللي ظهرت في اول اعلان بتاع 2012 ممكن تتسلق من خلالها على المباني، فالتجول في المناطق متقدم بحريه، وواضح ان في مناطق كتيره، مناطق للاغنياء ومناطق للفقراء ومناطق للعصابات، واجواء اللعبه من خلال الصور واضح انها شبه جي تي اي. طبعا استوديو سي دي بروجكت بيهتم جدا بالجانب الاخر من اللعبه، الا وهو ان بيحب يقدم علاقات ومشاهد رومانسيه، لكن في سايبر بانك الموضوع متطور اكتر من ذا ويتشر 3. يعني في ويتشر 3 اختياراتك بتخليك تعمل علاقه، لكن في سايبر بانك الحاجات دي ما تقدرش تختارها وهي موجوده كجزء غير قابل للتعديل. فاللعبه فيها التعرب الكامل وهتقدر تعمل علاقه مع الشخصيات، وده سواء بتلعب بذكر او انثى، فالموضوع كبير. والفريق برضو قال ان اللاعب هيجرب انواع كثيره من الاختيارات الرومانسيه. وسايبر بانك هي نقله جديده للذكاء الاصطناعي، كل اللي جربوها خلف الستار انبهروا جدا بالذكاء الاصطناعي وبيقولوا عليه انه نقله جديده. فهم قالوا ان الان بي سيز وشخصيات البيئه اللي بيمروا بيتفاعلوا في عالم اللعبه، فالشخصيات دول ليهم تصرفات بطريقه معقده وغريبه، فواضح ان تفاعل شخصيات اللعبه في عالم مفتوح هيكون نقله جديده في الالعاب. فتخيل لو كل ان بي سي له شخصيه فريده وتصرفات مختلفه وكمان اسلوب الحوار معهم عميق. فالذكاء فعلا زي ما نقاد وصفوه انه نقله جديده، عالم حيوي مليء بالشخصيات وليهم تصرفات ورده فعل ما شفناهاش قبل كده في لعب تانيه، واسلوب حوار عميق. احنا مقبلين على لعبه طموحه. اما بالنسبه للرسومات فاللعبه باين عليها ان رسوماتها رهيبه، فالعرض كان بكارت جي تي اكس 1080 تي اي، عرض كان من محرك اللعبه، والارت ستايل حلو جدا، المباني شكلها عظيم، والاجمل ان عالم اللعبه منور، ودي حاجه انا كنت مقلق منها. يعني لو بتلاحظوا في اي العاب او افلام في المستقبل بتبقى في عالم كئيب وسوداوي زي مثلا بليد رانر وجوست ان ذا شيل، لكن سايبر بانك قدمت عالم حيوي مشرق وفي الوان جامده جدا. حتى الاعلان الاول اللي نزل من 5 سنين كان باين جدا عليه انه في عالم كئيب. فبصراحه تغيير الفكره وتحويل عالم اللعبه من مظلم لمشرق دي حاجه ممتازه، فمنظر اللعبه تحفه. وواضح ان اللي احنا شفناه في الاعلان هيكون في النسخه النهائيه وان ده هو جرافيك اللعبه، فالعرض من محرك اللعبه وان دي الجوده بتاعت اللعبه، خصوصا ان في حاجات كانت اشبه بخدع من الريل تايم،
وكان في حاجات ظهر عيوب بسبب الاي اي ومشاكل في الظلال وطبعا حاجات تانية. يعني مثلا الصورة دي من اعلان اللعبة، لو جربتوا تعيدوا كذا مرة وتبطئوا اللقطة هتلاقوا ان الحتت اللي متعلم عليها دي هتلاقوا حاجات مستحيل تكون موجودة الا في ريل تايم، فالعيوب دي ما تحصلش الا من جوه المحرك مش كعرض سينمائي معمول في برامج تانية. واللعبة هتقدم طقس ديناميكي ومتغير زي الفجر والغسق والامطار الحمضية وطقس جيد وطقس سيء. اللعبة بيتم تطويرها على جهاز الجيل الحالي لكن هتنزل برضو على الجيل القادم والمطور اكد ده، وطبعا مع البي سي. وفي ناس زي ديجيتال فاوندري مش مصدقين ان اللعبة دي هتكون على الجيل الحالي بسبب كمية التفاصيل اللي شافوها. في النهاية انا مش متخوف خالص من سايبر بانك، واثق جدا باللي سي دي بروجكت ريد هيعملوه، سواء منظور اول او تالت ما عنديش مشكله خالص بده، هلعبها بالطريقه اللي المطور شايفها صح. لذلك سكوا بالاستوديو اللي قدم لكم لعبه جيل ذا ويتشر 3. القصه لسه مش عارفين شكلها هيكون ازاي، لكن اللعبه مبنيه على لعبه قديمه، لعبه ورقه وقلم نزلت في التسعينات واسمها سايبر بانك 2020، واللي كان شغال عليها هو مايك بوند سميث وكان المصمم والكاتب للعبه، وهو صاحب المشروع الاصلي اللي اللعبه مبنيه عليها. وفي 2012 انضم بشكل رسمي مع سي دي بروجكت علشان يقدموا لعبه سايبر بانك 2077 واللي برضه مبنيه على نفس اللعبه الاصليه، ومايك شغال كمستشار في الفريق. وبصراحه انا متاكد ان من ضمن اسباب نجاح سايبر بانك 2077 هتكون بمجهود الراجل ده. اللعبه احداثها في مدينه اسمها نايت سيتي، ودي في امريكا جنوب سان فرانسيسكو، وعدد السكان المدينه فيه تزايد، ومن خلال انهيار اقتصادي حصل فكان الحل هو ان امريكا تعتمد على الشركات فوق القانون لاجل البقاء. الشركات دي كان ليهم مجالات كتيره شغالين بيها زي الاسلحه، الروبوتات، الادويه، وعلم السيطره والتواصل بين الانسان والروبوتات، والشركات دي شغاله كلها فوق القانون او هم القانون نفسه، وبيحكموا نايت سيتي المدينه الاكثر عنف وخطر. وعالم اللعبه متاثر بمجموعه روايات زي نيكرومانسر من المؤلف ويليام جيبسون، وروايه تانية باسم دو اندرويدز دريم اوف الكتريك شيب للمؤلف فيليب كيندريت، واللي فيلم بليد رانر مبني على الروايه دي. وطبعا مايك بوند سميث متاثر جدا بالفيلم وكان مصدر الهام كبير له في صنع لعبه الورقه والقلم. اما عن موعد نزول سايبر بانك 2077 فهو مش معروف، ممكن 2020 او 2019، وهتبقى كروس جين هتنزل على الجيل ده والجيل القادم، وطبعا نسخه البي سي هتستفاد من نسخه الجيل القادم. عموما هو ده الفيديو، قولوا لي ايه انطباعكم عنها، وبشكركم على المشاهده، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك نيفر مايند اتش دي. كان معكم احمد سوري، سي يو نيكست تايم.